شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مساء اليوم فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 الذي تحتضنه مملكة البحرين برعاية كريمة من سموه وبتنظيم من منظمة بريف وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF على صالة مدينة خليفة الرياضية. وتابع سموه منافسات بطولة بريف سي اف والتي تعتبر ثاني عروض فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال، والتي شهدت مشاركة 16 مقاتلا يتقدمهم المقاتلان البحرينيان رسول ماجو ميدوف ورمضان جيتي نوف. وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بتنظيم أسبوع بريف الدولي للقتال والذي يشهد إقامة 3 بطولات للمحترفين. وأكد سموه أن أسبوع بريف الدولي للقتال بنسخته الجديدة عزز مكانة البحرين كوجهة لرياضة فنون القتال المختلطة في المنطقة، بعدما كتبت المملكة قصص نجاح متتالية في استضافة الحدث وأصبحت مركزا لهذه الرياضة ومقصدا لأهم مقاتلي العالم في ظل ما تتمتع به المملكة من مقومات جاذبة. وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن ترحيبه بجميع الوفود من المقاتلين من الدول الشقيقة والصديقة في مملكة البحرين التي تعتز باستضافة نسخة جديدة من هذا الحدث الهام سنويا، متطلعا أن تشهد تنافسا قويا وشريفا بين المشاركين وأن تعم الروح الرياضية والأخوية، آمل سموه بأن تشهد المنافسات قتالات مثيرة ومستوى فني رائع يعكس تطور اللعبة في المملكة والمنطقة بشكل عام.